زمام قرية شاوة. الطريق المتجه من المنصورة إلى السنبلاوين. ثلاجة شاوة إحدى الثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة واللحوم. مباني عزبة التسعين. ما نراه الآن هو عزبة التسعين، وبعدها بدقائق كفر أبو الشوارب. هذه منازل عزبة التسعين، مركز المنصورة دقهلية. ما نشاهده الآن اعتداء على الأرض الزراعية. اعتداء على الأرض الزراعية بين زمام قرية البعلية وعزبة التسعين. اعتداء صارخ على الأرض الزراعية. كما نرى تدمير الأرض الزراعية بتشوين القمامة والكسر وكل تدمير واضح وصريح على الأرض الزراعية. كل هذه أرض زراعية تم الاعتداء عليها. تم الاعتداء على الأرض الزراعية كما هو واضح، وتشوين الحجارة والطوب والقمامة عليها. قرية البعلية.